السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. في الجزء الثاني، الجزء الاول يعني شرحت مخالفات يعني يوتيوب الخاصه بارشادات المنتدى، وفي هذا الفيديو سنقوم بشرح يعني بعجاله يعني انذارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر. ماذا نقصد بذلك؟ يعني شخص ما يعني اخذت فيديو خاص به او صوره او يعني تكلمت عنه ووضعت اسمه، ويعني يحق له ان يبلغ عنك وسيتم حذف الفيديو. لماذا؟ لانه ليس لديك حق أن تقوم بنشر فيديو أو صورة أو اسم لشخص ما دون يعني رخصة أو طلب الإذن. إذن فهذه الأمور هذه فهي يعني قانونية، وعندما يتلقى يوتيوب النوع من الإشهارات فسيزيل المحتوى مباشرة، الفيديو مباشرة بموجب قانون حقوق الطبع والنشر، وسيعني تتلقى يعني إنذار أول في قناتك، ولكن هذا الإنذار يدرج في انتهاك حقوق الطبع والنشر. وبطبيعة الحال هذه المعلومة دائما أقولها، فيعني إذا قمت بحذف، إذا أتتك مخالفة على فيديو وقمت بحذف ذلك الفيديو فهذا يعني لا، فالإنذار يبقى دائما، يعني أتك إنذار حتى لو حذفت الفيديو أو تركته فلديك إنذار. إذا ما هي مدة، يعني ما هي المدة التي يتم فيها انتهاء صلاحية ذلك الإنذار؟ فبطبيعة الحال 90 يوم، عندما تأتيك مخالفة ف90 يوم تنتهي يعني تلك المخالفة ويصبح يعني تصبح قناتك يعني نظيفة. لكن المشكل أنه إذا تلقيت يعني إنذار ثاني وإنذار ثالث في 90 يوم، فهنا يعني سيتم إيقاف قناتك، ولكن ستعطى لك مهلة، ستعطى لك مهلة 7 أيام للتسوية، تسمى فترة التسوية. فهذه الفترة التسوية هذه تبحث عن حل لكي يعني لكي تحل هذه الإنذارات، سواء ترسل إشعار مضاد أو تتواصل مع الشخص وتقول له هل يمكنك يعني حذف المخالفة وأعتذر وكذا. يعني إذا تم يعني حذف هذه الأمور هذه وتمت التسوية، فيعني تكون يعني قد يعني احتفظت بقناتك ولن تتأثر القناة، وسيتم سحب يعني الإنذارات. بطبيعة الحال كيف تتواصل مع الشخص وهذه الأمور، فلدي فيديو مسبقا يعني شرحت الطريقة، سأتركها لكم في صندوق الوصف. وأعتقد يعني هذه الأمور التي يجب عليكم أن تعرفوها. يعني لديكم يعني 3 إنذارات، كل إنذار يعني 90 يوم ينتهي، لكن إذا أتتك 3 إنذارات يعني متتالية ولم تنتهي 90 يوما، فهذا الأمر يؤدي إلى غلق القناة. ولكن قبل غلق القناة تحصل على مهلة 7 أيام لكي تقوم بالتسوية. إذا لم تقم بالتسوية ولم تصل إلى حل، فسيتم يعني سيكون حسابك وأي قنوات مرتبطة به عرضة للإغلاق، يعني سيتم غلق القناة وجميع القنوات التي يعني فتحت بنفس الجيميل. وبطبيعة الحال سيتم حذف الفيديوهات، ولن تتمكن بطبيعة الحال من إنشاء أي قناة جديدة بذلك الجيميل، لكن جيميل واحد آخر جديد فيمكنك ذلك. وكذلك توجد يعني معلومة هنا، يعني يرجى أن الإنذارات بسبب قد تؤثر على قدرتك على تحقيق الربح، يعني قد تفقد كذلك يعني ميزة تحقيق الدخل أو الربح. وكذلك إذا تمت إزالة البث المباشر النشط بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، لن تتمكن من إنشاء بث مباشر لمدة 7 أيام. يعني هذه المعلومة هذه كذلك استفيدوا منها، فإذا أتتك مخالفة في بث مباشر فأنت ستعاقب ولن تقوم يعني ببث مباشر آخر حتى تنتهي مدة 7 أيام. إذن هذا طبيعة حال هذه الصفحة هذه فهي بالعربية، وسأتركها في صندوق الوصف، اقرأوها فهي سهلة يعني ليس فيها. وكذلك يوجد فيديو أو فيديو، ويعني ستفهم الأمور، لأن هذه الأمور يعني جدية وستفقدون قناتكم يعني دون علم أو ربما يعني لا تعرفون هذه القوانين. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.